مرحبا. الخرافات عادة بتمنعنا من أمور معينة من دون وتعطي أسباب مقنعة، لهيك لما تسأل حدا عم يتبع خرافة أو خايف يساوي شيء معين، ليش عم تساوي هيك؟ غالباً بيكون الجواب ما بعرف، بس يعني هيك بيقولوا. يعني مثلاً مين يلي قال إنه الصيام لساعات طويلة رح يأثر سلبياً على صحة البشرة ويسبب جفافة أو إرهاقة؟ بصراحة ما حدا بيعرف مين قال. هاي هي خرافتنا لليوم، يلا نروح لنعرف الحقيقة. يا صبايا ويا شباب اطمنوا، هالشي مو صحيح، لأنه الخبراء أكدوا استناداً على أبحاث، يعني مو على مقولة تسأل مجرب وما تسأل حكيم، أنه الصيام ما بيسبب أبداً جفاف وإرهاق للبشرة في حال تم تأمين كل الأمور يلي بيحتاجها الجسم من الماء والسوائل الكافية. ومو بس هيك، الصيام الصحي ممكن ينقي الجسم والبشرة، وهالشي بيكون من خلال تناول الأغذية الصحية والخضروات على الإفطار، يلي بيساعد بتنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا البشرة، وبالتالي زيادة نضارتها وإشراقها. هاي هي كل القصة، تابعونا بكرة لنخبركم حقيقة خرافة جديدة من خرافاتنا الكتيرة. رمضان كريم.